الحمد لله، السلام عليكم. ذكر من الأذكار سبقنا وقلناه في اليوتيوب، وسأضع عليه فيديوهات في المستقبل أشرحه بعدد كبير، وسبق وقلنا يعني فيه فوائد عدة، عديد من الناس مجربوه: الرزق، المال والرزق، العزة بين الناس بإذن الله، يعني تصبح الناس تحبك بإذن الله، القوة في الجسد، ويصبح الناس بإذن الله يقدرونك بإذن الله، يكثر عينك الرزق ويدخلك المال والرزق. هذا من المجرب. أقل عدد هو تقوله 100 مرة في اليوم، وهو: الله لطيف بعباد يرزق من يشاء هو القوي العزيز. الله لطيف بعباد يرزق من يشاء هو القوي العزيز، تقوله مباشرة لما تستيقظ، سواء في الصباح أو مع السابعة أو في الخامسة أو الرابعة، في أي وقت استيقظت مباشرة، خصوصا وراء صلاة الصبح، يتفاعل بسرعة. إذا قلته 100 مرة: الله لطيف بعبادي يرزق من يشاء هو القوي العزيز، يعني إذا طبقت هذه الطريقة يومي 100 مرة فقط وراء صلاة الصبح، سيكثر عليك الرزق. أما إذا أردت أن تجتهد فيه فقله 100 مرة وراء كل صلاة. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير، وإلى اللقاء.